يوم الإشراف اليومي مدرسة من 7:30 تشرف إلى لن تستلم المسائية. نعرف هاي نبات اليوم في جولة ميدانية رفقت الإصحاح البيئي داخل بادية كابو على المؤسسات التعليمية. من خلال الجولة لاحظنا العديد من عدم وجود اشتراطات صحية داخل بعض من المدارس، كما لاحظنا عدم وجود مياه الشرب داخل المدارس، ولاحظنا عدم وجود إسعافات أولية داخل المدارس. الشيء هذا عددنا فيه تقرير مفصل وحيتحول لوزارة التعليم داخل بادية كاباو، وأكيد حنحوله تقرير للنقابة الإدارية للنظر فيه وإجراءاتهم بالخصوص.